بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لاحظ معي المثال التالي: class A في له public x و public static function x y z. لاحظ لو كان أنا عندي دالة public مثلا function مثلا go، هذه الدالة تستدعي الدالة static. ممكن نستدعي الدالة كيف؟ ممكن نكتب A اللي هو اسم الكلاس، نكتب بالحركة هذه أو بالطريقة هذه، بعدين نكتب xyz لأنها static. لاحظ لأنها static. لاحظ كيف استدعيناها، حطينا اسم ايش؟ اسم الكلاس بعدين xyz، واحنا عرفنا انه الستاتيك يستدعى بهذا. لكن احنا نبغى نتعرف على السيلف، سيلف يقصد بها اسم الكلاس نفسه. يعني لو انا كتبت سيلف، لاحظ لونها ازرق صار نقطتين xyz واستدعيت هذا السطر، نفس هذا السطر سيلف يقصد بها نفسك، يعني نفس الكلاس او اسم الكلاس. طب ليش في سيلف وليش في الحركة هذه؟ انت ممكن تستخدم اي واحدة، لكن يفضل استخدام سيلف. والسبب انه انت لو كنت مستخدم مثلا، ولنفرض انت مستخدم هذا بالشكل هذا، يعني انت مستخدمها مثلا لاحظ اكثر من مرة، ثلاث مرات الان، لاحظ أنا استخدمتها ثلاث مرات. لو أنت اضطريت أنك تغير اسم الكلاس مثلا سميته R، هتضطر أنك تروح تغير R في كل مكان ذكر فيه A. لكن لما تكتب self خلاص بالطريقة هذه ما تحتاج تغير، هو A نفس الكلاس، يقصد به نفس الكلاس، وهذا معنى self، يعني اسم الكلاس نفسه بدون ما حدده مباشرة. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.